بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد العزيز حسن في دبلومة فوتوشوب CS6 تحت رعاية أكاديمية وموقع وقف أونلاين دوت كوم. تمام، المرة اللي فاتت اتكلمنا على الأربع أوضاع الخاصين بالزوم، وكلمنا ازاي نعمل زوم جوه الملف، سواء زوم إن يعني نكبر أو زوم أوت يعني نصغر. بنختار الأداة من هنا وندوس هنا بالشكل ده عشان نصغر، أو نختار الأداة التانية وندوس هنا عشان نكبر بالشكل ده. تمام، طيب لو أنا عايز أعمل زوم بس من غير ما أجي على أداة الزوم، يعني إيه؟ يعني أنا مثلا على أي أداة من الأدوات دي، أنا هنا مثلا على دي عايز أعمل زوم، هروح هنا وأقوم دايس زوم وأقعد أزوم وبعد كده أقوم راجع على الأداة التانية؟ لأ طبعا، ده كده شغلانة. فانا هعمل ايه بقى عشان كده، عشان ازوم؟ انا مثلا دلوقتي على الاداه دي صح، على هي الموف تول اللي هي اول اداه. تمام، عايز ازوم، هعمل ايه؟ اقوم دايس كنترول زائد كنترول سبيس عذرا. تمام، هتلاقي اداه الزوم بقت في الماوس، لو شلت ايدي من على الاختصار اللي هو كنترول سبيس هلاقي اداه الموف تول زي ما هي، كنترول سبيس هبقى على الزوم ابدا ازوم في الجزء اللي انا عايزه بالشكل ده. طيب لو عايز ازوم اوت يعني ابعد، هقوم دايس كنترول سبيس واحط الت معاهم، كنترول سبيس الت هيبقى معايا زوم اوت. طيب ميزه الاختصار ده ان انا مثلا لو عندي جزئيه معينه عايز اعمل لها زوم في، يعني مثلا عايز اعمل زوم في الحته البيضاء دي، هقوم عامل بالشكل ده. طب ازاي انا عملت كده؟ هدوس كنترول سبيس الاختصار بتاعي عادي، واقوم دايس بالماوس واقوم ساحب بالشكل ده، واقوم سايب الماوس. اول ما اسيب الماوس هلاقي نفسي في زوم في الحته دي، ممكن ازوم تاني وتالت بالشكل ده. تمام، طبعا عشان ارجع الفيت سكرين بدوس كنترول صفر صح، احنا قلنا الاختصار ده المره اللي فاتت كنترول صفر. خلي بالكم اهم حاجه معايا بالاختصارات، كنترول صفر يعمل لي فيت سكرين يعني يجيب لي الديزاين بحجم الشاشه، كنترول سبيس يعمل لي زوم ان في الجزء اللي انا عايزه، كنترول سبيس الت يعمل لي زوم اوت نفس الكلام بالشكل ده بالطريقه دي. طيب احنا دلوقتي عرفنا ازاي نعمل زوم ان وزوم اوت. طيب بفضل مثلا ان انا عملت زوم ان في الجزء ده مربع، عذرا في الجزء ده من المربع اللي هو اعلى اليسار، طب انا عايز اجيب اسفل اليمين او اسفل الشمال اعمل ايه؟ الوضع العادي ان انا ادوس كنترول سبيس الت عشان اعمل زوم اوت، وبعد كده اقوم راجع واقوم جاي عامل كنترول سبيس وازوم في الجزء اللي انا عايزه. طب انا بقى كل ما عاوز اروح على حته في الديزاين اعمل الشغل ده؟ لا طبعا، في حل اسهل من كده. الحل ايه؟ ان انا ادوس سبيس، لما ادوس سبيس هيبقى معايا حاجه اسمها الهاند، علامه زي علامه الايد دي، علامه الايد دي اقدر اشد الديزاين بالشكل ده واروح في الجزء اللي انا عايزه بالظبط من الديزاين اهو بالشكل. انا هنا ممكن اروح الناحيه الثانيه بالشكل ده، ممكن انزل تحت بالطريقه دي، فهنا اقدر اعمل نافيجيت جوه الديزاين بتاعي. يعني ايه نافيجيت؟ يعني اقدر اتحرك بسهوله جوه الديزاين. طبعا انا دوست كنترول زيرو عشان اعمل فيتن سكرين، خليكم معايا في الاختصارات دي هي كتيره بس بتسهل علينا جدا 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 الموضوع بتاع النافيجيت بتاع الفوتوشوب، ان انا اتحرك جوه الفوتوشوب جوه الديزاين. طيب عايزين نشرح بقى القائمه اللي اسمها لير. ايه القائمه اللي اسمها لير؟ فوتوشوب اصلا ميزته ان هو بيتعامل مع الديزاينز على انها لير، وده سر قوه الفوتوشوب. بمعنى ايه؟ يعني ايه لير؟ لير يعني طبقه 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 فوق طبقه. يعني مثلا بفرض مثلا ان انا عندي طبقه او لير لونها ازرق، تعالوا نعمل لير تاني بالشكل ده نخليه لونه اسود مثلا. هو اللير او الشكل اللزق ده راح فين واختفى ليه؟ ليه بقى؟ لان انا عندي واحد اسود تحت واحد ازرق. بمعنى ايه؟ تعالوا كده نحرك ده كده، شايفين ايه اللي حصل؟ ده فوق ده، لو شلت الازرق حطيته فوق هنا هيبقى الازرق فوق الاسود، لو شلت الازرق حطيته تحت الاسود يبقى فوق الازرق. هو ده الطبقات، طبقه اسود طبقه ازرق، اقدر احرك الاسود فوق الازرق والازرق فوق الاسود. طبعا ممكن اعمل طبقه ثالثه مثلا
خليها لونها مثلا احمر. هي الاسود راحت فين؟ الاسود بقت تحت الاحمر، فعشان ابين الاسود لازم احرك الاحمر شوية بالشكل ده. اعتقد الموضوع واضح جدا، مسألة الطبقات دي بالشكل ده الموضوع واضح جدا. هو ده سر قوة الفوتوشوب، ان دي طبقة فوق دي ودي تحت دي وكده. هو الديزاين كله بيبقى كده طبقات فوق بعضها. انا عايز اخفي مثلا اللون الاسود، هقوم جايب الازرق احط فوق، يبقى انا ما عنديش اسود في الديزاين كله. تمام، عايز ابين الاسود اقوم جاي ساحب الشكل ده. خلي بالك ان انا ما اقدرش احرك الازرق، يعني مثلا انا عايز احرك اللون الاسود مثلا مش هعرف احركه. ليه بقى؟ لان انا لازم اوقف عليه هنا. يعني انا لو واقف على الاسود هنا اقدر احركه هنا، لو واقف على الاحمر هنا اقدر احركه هنا. طب مثلا واقف على الاحمر عايز احرك الازرق، شايفين اللي بيحصل؟ اللي بيتحرك الاحمر، اللي انا واقف عليه هنا في طبقه اللايرز او البانل بتاعت اللايرز هو اللي بيتحرك ايا كان وضعه فين في الديزاين. تمام عذرا اهو انا بحرك الاسود، طب عايز احرك الازرق، شايفين اللي بيتحرك الاسود برضو، لان انا واقف هنا على الاسود مش على الازرق. تمام، ده الطبقات. طبعا في علامه عين هنا كده بتخليني اظهر او اخفي الطبقات. يعني انا عايز اخفي مثلا الازرق ده، شايفين اختفى. عايز اخفي الاسود اهو خفيته، عايز اخفي الاحمر اهو، عايز اظهرهم بقى اهو بالشكل اظهره. طيب تمام، عندي هنا ان انا اقدر احذف اللاير. يعني انا مش عايز اللون الازرق ده خلاص، فاقوم جاي معلم عليه هنا بالشكل ده، خليه لون ازرق كده، واقوم دايس على سله مهملات. هيقول لي انت عايز فعلا تحذف اللاير اللي اسمه كذا؟ هقول له اه فعلا انا عايز احذف اللاير ده، فيقوم متشال بالشكل ده. تمام، طيب انا عايز احذف الازرق الاسود، نفس الكلام، اقوم دايس على سله مهملات، هيقول لي انت عايز تحذفه؟ اقول له يس بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل طبقه جديده، اعمل ايه؟ اقوم دايس هنا على الايقونه دي، هو كده عمل لي لاير جديد، بس اللاير ده الجديد ما فيهوش حاجه، عشان كده هو ما فيش اي حاجه ظهرت هنا، يعني هو هنا شفاف فما فيش اي حاجه ظهرت هنا. تمام، طيب ده بالنسبه لو انا عايز اعمل لاير جديد. طب انا مش عايز اللاير الجديد، هقوم ايه دايس على سله المهملات، هيقول لي انت عايز تحذفه؟ اه والله نعم انا عايز احذفه. تمام، طيب تعالوا نكرر ده كده ونغير الالوان، مثلا اسود بالشكل ده. طيب في حاجه اسمها جروب. يعني ايه جروب؟ يعني انا عندي مثلا الديزاين بتاعي مثلا وايا يكن متكون من ثلاث مربعات زي دول مثلا ودوريات مثلا او دوريتين زي بالشكل ده. طيب انا عايز انظم الحته دي، الحته دي فيها كام لير؟ عندي 1 2 3 4 5، عندي بقى عندي كام؟ 5 لير. طيب لو انا عندي مثلا 60 70 لير هنا، هقعد بقى الف بينهم واعرف اسم ده ايه واجيب ده ازاي والكلام ده؟ لا طبعا، لازم يبقى في عمليه تنظم الموضوع ده. فعملوا لك حاجه اسمها الجروب، شركه ادوب عملت حاجه اسمها جروب ان هي توفر لك الموضوع ده. طب ازاي؟ انا عندي مثلا ليرين متشابهين بالشكل ده اللي هم لونه ازرق او مثلا دوائي، فلك انت ممكن تعمل لهم جروب. ازاي؟ هدوس على اول واحده لير اللي هو الدوريه، وادوس على تاني لير، وادوس كنترول، وانا دايس كنترول دوس هلاقي الاثنين اتعلموا بالشكل ده. ومن الايقونه دي او عامل كده فيعمل لي حاجه اسمها جروب بالشكل ده. تمام، هعمل بس الموضوع ده تاني، ادوس هنا على الايقونه دي وبعدين ادوس كنترول وادوس هنا، هو مسحبهم لحد ما يبقوا كده بالشكل ده وحاططهم، واسمي الجروب ده مثلا دواير. هي من ناحيه تنظيميه مش اكتر، ده ناحيه تنظيميه عشان ما يبقاش عندي 5 ليرات، هيبقى عندي جروبين بس، واحد دواير. ادوس كنترول هنا، ادوس كنترول وادوس وادوس كنترول وادوس، علم عليهم كلهم وهم عامل لهم جروب وهم حاططهم جواه بالشكل ده، اسحبهم واحطهم جواه بالشكل ده وهم مسمي ده مربعات. بقى انا دلوقتي عندي ليرين، واحد اسمه مربعات، جروب اسمه مربعات وجروب اسمه دوائر. بقى لما كان عندي 5 بقى عندي 2، وكمان ده بيسهل لي حاجات تانية. يعني ايه؟ انا عايز احرك المربعات كلها مع بعض، هقوم رايح على جروب اسمه مربعات واقوم ايه محركهم كلهم مع بعض. عايز احرك الدوائر مع بعض احركهم مع بعض. تمام، ده بيسهل لي من ناحيه تنظيميه ومن ناحيه كمان ان انا اقدر اتحكم فيهم مع بعض. تمام،
يبقى الجروبات دي ناحية تنظيمية تمام، والجروبات دي ناحية تانية ان انا اقدر اتحكم في الليارات اللي جواها مع بعض. تمام تمام طيب، بفرض مثلا تعال نخفي بقى الجروب ده، ما هو الجروب ده لو خفيناه الليارز اللي جواه كلها تختفي، رغم ان هم هنا متعلمين علامة الاظهار، بس هو طالما الجروب مخفي يبقى كل اللي جواه يختفي بالشكل ده. تمام طيب، بفرض مثلا ان انا عندي هنا مثلا مربع زي ده كده باللون ده مثلا، تمام، عايز اكرر المربع ده هعمل ايه؟ عندي حلين، يا اما اشده كده واقوم حاطه على الايقونه دي، بالتالي هيتعمل لي منه اتنين بالشكل ده، بقى في منه اتنين بالشكل ده، او ان انا ادوس كليك من هنا واقول له دوبليكيت لاير، هيقول لك انت عايز اسم اللاير كذا، هقول له ماشي بقى عندي ثلاثة منه، او ان انا ادوس كنترول جي، كنترول جي اختصار ان انا اعمل كوبي من اللاير، بقى عندي اربع لايرات، اول طريقه ان انا اسحبه واحطه هنا، تاني طريقه ان انا ادوس كليك يمين واقول له دوبليكيت لاير، تالت طريقه اللي هي كنترول جي، جي اللي هي حرف الت في الكيبورد. تمام تمام طيب، لو عايز امسح بقى كل اللايرات دي هعمل ايه؟ هدوس على اول واحد وادوس كنترول وادوس على تاني واحد، ادوس كنترول وادوس على تالت واحد، ادوس كنترول وادوس على رابع واحد. تمام؟ وبعدين اسحبهم بالطريقه دي. الطريقه ان انا اعلم كذا واحد احنا لسه قايلينها، اللي هي اعلم على كذا لاير هنا لسه قايلينها، ادوس على اول واحد وادوس كنترول وادوس على تاني واحد، ادوس كنترول وادوس على تالت واحد، وادوس كنترول وادوس على رابع واحد. دي طريقه. طيب، لو انا بقى عندي مثلا 10 لايرات هفضل ادوس كنترول وادوس على كل واحد؟ لا، قال لك في طريقه اسهل. ايه الطريقه الاسهل؟ ان انت تدوس على اول لاير انت عايزه، وبعدين تدوس شيفت وتدوس على اخر لير، هيتعلم الاربعه مره واحده، بدل ما تدوس على اول واحد وبعدين تدوس على تاني واحد وكنترول، وتدوس على تالت واحد وكنترول، وتدوس على رابع واحد وكنترول. لا، اسهل ان ادوس على اول واحد وبعدين تدوس شيفت وبعدين تدوس على اخر واحد بالشكل ده. طيب، لو عايز احذف الجروب الحاجات دي كلها او حاططهم على سلسله المعاملات بالشكل ده، حذفهم بالطريقه دي. طيب تمام، تعالوا كده في حاجه بسيطه عايزين برضو نقولها. لو انا مثلا عندي جروب زي ده جواه شويه لاير، اهو جواه اتنين لايرز بالشكل ده، عايز احذف الجروب ده، تعالوا كده ندوس كليك، تعالوا كده نقوم ساحبين الجروب حاطينه هنا، ايه اللي حصل؟ حذف لي الجروب، حذف لي اللايرز اللي جواه. طيب تمام، طيب لو دوست ديليت نفس الكلام، هيحذف لي الجروب ويحذف لي الدوريات اللي جواه او اللايرز اللي موجوده جواه. طيب، انا عايز يحذف لي الجروب بس من غير ما يحذف لي الدوريات، هعمل ايه؟ همدوس كليك يمين واقول له ديليت جروب، هيديك الرساله دي، هيقول لك انت عايز تحذف الجروب بالدوائر اللي جواه او الكونتنت او الحاجات اللي جواه، ولا عايز تحذف الجروب بس، ولا عايز تكنسل؟ قال له انا عايز احذف الجروب بس. شايفين لما حذفت الجروب الدوائر لسه عندي، بس الجروب اختفى، وحذف لي الجروب وحذف ليش اللي جوه الجروب. تمام طيب، ده بالنسبه لللايرز والجروبز. طيب، ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على مساله اللوك، وهنتكلم على الاوباستي وبقيه البانل بتاعه ليرز. اتمنى يكون الدرس سهل وسلس. طبعا لو في اي استفسار نتوجه لمنتديات وقف اونلاين، المنتديات بتاعه خاصه بوقف اونلاين، ونطرح السؤال هنا، وان شاء الله اكون معاكم ومتابع معاكم اول باول اسئلتكم، وان شاء الله ارد عليها في اقرب وقت. طبعا ما ننساش ان احنا نعمل لايك على صفحه وقف اونلاين على الفيسبوك، لان وقف اونلاين مشروع خيري، فلازم كلنا يكون لنا دور في نشر الوقف اونلاين، لانه خيري ومجاني 100%. ان شاء الله اقابلكم الحصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.